أهلا وسهلا. طبعا أنت أول شخص ناخذ في مشوار. ما شاء الله تبارك الله سارة، أنت عندك 7 مليون على تيك توك. إيه. بنحكي عنها وكيف جبتيها وكل هالتفاصيل، بس أنا لفتني شيء الفترة الماضية 21 تخرجتي فيها من الجامعة. إيه. مبروك. ثانك يو، الله يبارك فيك. وتكلمتي بأنه كانوا الناس يقولوا لك فاشلة وأشياء كثير، ولفتني لأنه الفترة الماضية كانت في كثير ناس تحكي وتحديدا المراهقين بأنه ليش ندرس خلاص بدون ما ندخل الجامعة ندخل السوشيال ميديا وننشهر وتجينا فلوس ومن هالكلام. بس أنت الآن يعني بتبين لنا لا، العكس، الشهادة جدا مهمة، لأنه أكيد إنها شهادة جدا مهمة. طبعا جدا مهمة. كيف غير الشهادة؟ شوفي، أنا كنت قبل في هذه الفكرة إنه خلاص انشهرت ما راح أكمل جامعتي. بس بعدين، أو حتى ترى في ناس من المشاهير يقعدوا قالوا سارة ترى أنت قاعدة تضيعين وقت في الشهادة أو في الجامعة. وخلاص تكملينها ويعني خلاص just complete with it و complete with الشهرة وسحبي على الجامعة أو على الدراسة عامة. ففعلا طقت في راسي وقلت أنا راح أسحب. إلا أمي ما خلتني، طبعا أمي هي السبب اللي حثت وراي إن أنا أخلص جامعتي. تقول لي ما في شيء دائم، حتى الشهرة مو دائم حق أي أحد، جير وجير قاعد يطلع يعني عادي جير. بس ان امي هي السبب اللي قالت لي ان الشهرة مو دائمة. سبحان الله، لو انا تركت الشهرة او تركت مجال السوشيال ميديا في مع ان الناس تقول ان الحين الشهادة ترى انها مو مهمة، الاكسبيرينس صح، الاكسبيرينس اتس فيري امبورتنت، بس الشهادة مهمة ان تكون في يدك، سبيشلي للبنات. انا دائما اقولها للبنت خلي الشهاده في يدك، هذا هو سلاحك. انا في الشهره انا صار في سلاح اخر في يدي. انا ممكن ادخل السوشيال ميديا وانشهر ويصير عندي المال والشهره والى اخره. اي بس لا، انا اعتبر مرات الشهره حلوه او مو بحلوه، يعني الواحد ما يدخل فيها في عمق. يعني ما ادري، انا احب اكون شيء متوسط مسويه توازن يعني بين تعليمك وبين السوشيال ميديا وشهرتك وكل هالاشياء. طيب ننتقل لشيء اخر الحين. 7 مليون في تيك توك، ها كيف جت؟ شوفي انا ابغى اخذ الاسرار لاني توني مسويه، توك بادئه، توني مسويه قبل اسبوعين وما نزلت ولا فيديو للحين. والله ولا واحد. ليش؟ فاعطيني الاسرار انت. تسوي لي الترند. شوفي انا مرات اسحب وانزل يعني اسوي بريك. بس ان كليتش انتي سوي ترندات بس على ستايلتش. يعني everything that's trendable كوني انت شي يونيك، سويها على ستايلتش انت، على ذوقك انت. يعني شي in my opinion. طب انا اللي تناسب كل الاعمار. طيب انت محتواك منوع. يعني مو شيء محدد معين. ايش اكثر شيء اللي تشوفين ينشهر من الاشياء اللي انت تقدمينها؟ تقدمين كثير كوميدي ودراما وراكس. كوميدي واغاني، يعني ليب سينكينج. ليب سينكينج طبعا هو السكتشز، يعني تسوين سكتشات، بعد حتى انت بصوتك انت تسوين سكتشات. طيب ايش بتشتغلين شيء ثاني غير 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 التيك توك والسوشيال ميديا؟ nothing that's actually my work. كنت student وكنت في السوشيال ميديا، بس الحين تخرجت فالحين بس ماي فوكس تركيزك على السوشيال ميديا. حلو. ايش تحسين طيب الشيء اللي يخلي تيك توك هو اسرع انتشار؟ انا اقول لك ليش، لان قبل كان ميوزيكلي تمام، وبعدها يا هذا الابلكيشن تيك توك اشترى الابلكيشن ميوزيكلي، فاندمجوا هما الاثنين مع بعض وصارت يعني بلاتفورم كبيره فيها ناس اكثر عن ميوزيكلي. انا كنت من ايام ميوزيكلي، سبحان الله بدايتها كان شهرتي هناك. طيب لا، هو القصد انه ايش يميز تيك توك؟ راح اقول لك، راح يجي على الفكره. وبعدين يوم تيك توك اشترى هذا الابلكيشن، البيبل العدد اللي فيه اكبر، فالناس العرب عامه لان ما كانوا على الميوزيكلي، التيك توك خلى العرب الميدل ايست كله انه عادي ينزل ياخذون راحتهم في هذا الابلكيشن. فسبحان الله حتى يوم انا دخلت على برنامج تيك توك فعلا اعطانا الكومبليت شنو اقول لك، يعني مساحه ان احنا نقدر ننزل، وفي ايديز غير الفلاتر، غير هم يعطونك الايديز شنو تنزلين، يعني مثلا تحديات. ميوزيكلي قبل ما كان في موجود البرنامج انه ينتشر، يعني دعايات وكذي. حتى يعني الناس تقدر تدعمك ماديا، هذا الشيء اعتقد انه يفرق، صح ولا لا؟ هو كان موجود اي ثينك قبل، لا ما كان موجود قبل في ميوزيكلي، بس ايه صح هم حطوها في التيك توك كدعم. ايه شو اسمه،
يا رب نسيت إيه. وما شاء الله عليهم تيك توك ما خلوا إلا كل مشهور أو ممثلة أو ممثل مشهور من كل أنحاء الدول العربية يكونون في أبوهم على يكونون في صح. فهذا الشيء إنه يعلنوا إنه أنا موجودة في تيك توك. أنا موجود، أنا ممثل كذا كذا موجودة في تيك توك. وفعلًا ترى شفنا أكبر النجوم موجودين في تيك توك، which is ولد بعد إنه أكثر ينتشر في زيادة. سبحان الله. إيه. طب أنا بتكلم شوي عنك. أكثر الأشياء اللي الناس تجيك أو الناس تسألك إياها وأنت دائمًا ما تجاوبين عليها صار لك 6 سنوات في السوشيال ميديا هي إيش جنسيتك؟ كل الناس تسأل إيش جنسيتك يا ميلان؟ إيش جنسيتك؟ إيش جنسيتك؟ إيش جنسيتك؟ ما تبغى تجاوبين على هالسؤال صح؟ طيب السؤال اللي بعده هذا السؤال ليش ما تبغى تقولين جنسيتك؟ وإيش دائما أقول إن أحب الناس دائما تحبني على شخصيتي مو على جنسيتي إيه؟ حلو. لا بس صدق يعني إيش تعتقدين إنه يفرق إذا قلتي إيش جنسيتك؟ شوفي هو ما في فرق بس أنا اللي ما أحبه لأن شفته في الكومنتات إن الناس تتهاوش على جنسيتك عنصرية شوية إيه في بعضهم ترى عنصري يقول لا هذه بنت بلدي أنا إيه ولو سمحت تتكلم عن إن هذه بنت بلدي لا هذه بنت بلدنا نحن ولا ما يصير ترى نحن كلنا واحد أنا في نظريتي إيه كلنا واحد هذه أكيد فما أحب التفرقة اللي تصير فعشان كذي أنا ما طب إيش اللهجة اللي تتكلمينها الحين ميكس بين إيش وإيش على حسب مرات مثلاً كويتي مرات عراقي مرات سعودي مرات إماراتي يعني كلها أمكس أمكسهم كلها مع بعض هل أنت من العراق؟ عشان أعوزهم هل أنت من العراق؟ ما تبغي تجاوبي أنت شو ستايلك؟ كل شيء مكس يعني ما أعرف شو أقول لك صراحة أنا عن نفسي ما أعرف لأنك بتقدمين أشياء متنوعة يعني فما تصنفين نفسك في مكان واحد. إيه يعني ما أقدر ما أعرف ما. طب بس تشوفين إن هذا السر إنه حلو إنه يكون عندك عدد متابعين كثير إنك أنت متنوعة ما أنت حاطة نفسك في قالب معين أو في مكان معين. إيه أحس عادي حلو أحس شيء يونيك. طيب الحين نبغى نسوي أول فيديو لي على تيك توك. فأعطينا نصائح مهمة وإيش هنسوي إيش أول فيديو ننزله الآن كل الناس اللي عاملين توهم حسابات في تيك توك إيش أول فيديو لازم ينزلونه نزلي على أغنية الغزالة رايقة تك 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 ترى الحين منتشر نسوي صدق هذا ترند أي هذا ترند إيه أوكي الغزالة رايقة إيه إيه أقول لك نكتة قولي نكتة مرة كان في 2 بالونين ماشي في الصحراء فشافوا كاكتس فأول بالون شنو قال له في كاكتس البالون الثاني قال له شفته حلو ولا لا تبي شاف الصبرت صح لا ما حلو حديك بيتك الآن وصلت بيتك أول مشوار وآخر مشوار يا سارة أكيد أنا بارك قاعدة تضحك فعلا خلاص سوري اي كنت مبين الامي اكيد نزليني خلاص نوصلك بيتك الحين اي خلاص اوكي انا وخلاص اخر مشوار اي خلاص اوكي كفينا الموضوع تماما لا احد يقول لي مسوي والله ترى حلوه النكته ما ادري انا ضحكت عليها وايد صراحه يعني ما ادري حلو اعطيني نكته ثانيه مره كان في 3 شباب اوكي رايحين السينما شافوا الفيلم وخلصوا اول شاب هو كان اعمى ثاني شاب أحول وثالث شاب أطرش أيه. بعد ما خلصوا الفيلم وبصوا كل شيء أول شاب شنو قال قال الأعمى قال أنا ما شفت ولا شيء بس سمعت كل شيء الأطرش شنو قال أنا ما سمعت ولا شيء بس شفت كل شيء الأحول شنو قال قال أنا أحسن عنكم أنتوا اثنين أنا شفت الفيلم مرتين هذه حلوة ما حنزلك عشانها أوكي هذا 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 السر اللي موجود في شخصية سارة العفوية كوميديا والله صدق خفة الدم والعفوية من قلبك من قلبك والله بس منزلتك انسي الموضوع منزلتك أوكي نايس لا يمكن عشان كذا تكونين قريبة من الناس يعني اليوم أنا أول يوم أشوفك فيه وأنت شخص جدا لطيف وعلى طبيعتك صدق زي ما احنا نشوفك على السوشيال ميديا انت نفسك فهذا هو السر احنا اليوم قلنا مشوار معك نتعرف على ساره ونشوف ايش السر في شخصيتها انه في 7 مليون شخص يتابعها ويحبها فاليوم الله
عرفنا الله باي جايز